بافون الرئيس السابق للهيئة العليا المصرية للانتخابات قال بوضوح، قال إن الانتخابات والهيئة سوف تدار من القصر. الدكتور مراد، سبق الإعلان أو تسمية الأعضاء الجدد لهيئة الرئاسة الانتخابات، حتى كنا صادقين الآن، لأن لا هيئة لا منتخبة ولا مستقلة، هي هيئة رئاسية، سبقها تحشيد من قبل أنصار السعيد تنسيقياته وبعض الأحزاب أو ما تبقى من الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية وما بعده، مسيرة قال زميلنا وقيمها يعني قومها زميلنا مراسل روتس بي، في أفضل الحالات أحسن الحالات لا يمكن تتجاوز 1200-1500، بعدها في الرئاسة على صفحة رسمية يقول راهو الرئيس يستجيب ل يعني مطالب الشعب في كل أنحاء الجمهورية، ولا رينا لا شعب لا في الجمهورية ما شفنا شيء. إيه في الخلاصة نحب في الآن بعد أن تكشف هذا القناع الانتخابي، القناع الشعبي، كل شيء الآن بانت الصورة واضحة، وين ماشيين احنا؟ هذا السؤال يحدده القادرون على تحديد مصير البلاد. وفي كل الحالات الحلول الحقيقية لا تطرح في الإعلام العام هكذا، لأنه يجب أن تتداول فيها أحزاب أو مجموعات نافذة أو لها قدرة على التغيير الحقيقي، معناها إلى أي حد جبهة الخلاص أو بأدوات التغيير أو بأدوات الإعلام أو غيرها. لا خلاص، لا خلاص، الآن دخلنا مرحلة، هو دخلناها منذ حتى قبل الانقلاب، مرحلة كسر العظام، لا وجود لحلول. وأستغرب أن البعض ما زال يتحدث عن الحوارات، ويعني هذا يستبعد إذا على الوقت نفسه. يعني إذا على الوقت، منذ اليوم الأول كان السؤال هل هناك انقلاب أم لا، هذه كانت ترهات وأضاعت الكثير من الوقت. وحتى قبل ذلك إلى أين يتجه سعيد، كان واضحا إلى أين يتجه الرجل، وهو لم يخفي شيئا، هو يعتقد أنه على حق أو نظيف، ذاك موضوع آخر. لكن دكتور مراد اسمح لي، أعطيك المجال. الآن تكشفت الصورة، في الأيام الموالية ل 25 جويلية كان بعضهم يرى في 25 جويلية فرصة، الآن الصورة واضحة، يعني توصيف الواقع، آخرها تصريح الشواشي يقول تونس دخلت مرحلة حاسمة وحان الوقت لتشكيل جبهة وطنية موحدة. إلى أي حد قادر المعارضة اليوم أن تخرج أو تترك خصوماتها الشخصية وما أسميتها أنت منذ قليل أن نيتها والإيديولوجية في اتجاه تشكيل جبهة موحدة تنقذ البلاد؟ خليني أعطيك المعلومة سي مراد، هو أن الخبير الاقتصادي اليوم عدين سعيدان يقول شهرية ماي غير مضمونة، والبنوك التونسية رفضت تمويل الأجور، البنك المركزي ليس أمامه إلا طباعة أوراق المالية. إيش ما زالك منك؟ هناك وجهان للموضوع، يعني الوجه الاقتصادي متفقون فيه أن خلاص الأجور أو حل المشاكل الاقتصادية هذا لم يعد ممكنا، لاسيما وأن قيس سعيد أعلنها بوضوح، وزاد اليوم تلعب فكرة نحن محايدون. يا أخي المحايد راهو الحياد نتاع جواهر للنهر وعبد الناصر وغيرهم، المجموعات هذيك وجوزيف بروز تيت وغيرهم، وقتها كانت عندهم إمكانيات اللي ينجموا ينتجوا غذائهم. راهو اليوم أنت عاجز عن تنتج غذائك، أنت لا تملك عملة، أنت يعني في وضع مختلف، معناه ما عادش لازم تحكي على كيما حكى قيس سعيد اليوم على يعني عدم الانحياز، يقول نحن ملتزمون بمنظمة عدم الانحياز، معناها هذا أناكرونيزم لم نسمع به من قبل، يحكي على حاجة ماتت ديجا. عدم الانحياز كمنظمة انتهت، معناها السياسات اليوم تسير باتجاه، من حقك طبعا لا تنحاز، وذلك أفضل طريقة للمحافظة على السيادة الوطنية طبعا. نعم. وأنت تبحث عن مصلحتك قبل كل شيء، ولكن ليس بالطريقة التي يذكرها قيس سعيد. إذن هذا الجانب الاقتصادي، ما دمت محتاجا في دوائك وسلاحك وغذائك وحتى مائك وما إلى ذلك وحتى تقنياتك، فأنت لا يمكن أن تكون مستقل. يا سيدي في الحالة هذه ما ناش باش نموتوا، احنا يلزمنا نلقى حلول أن توفق بين حاجياتنا للخارج وبين تطوير قوانا الذاتية. هنا نتعداو للملف السياسي، بالوضع هذا وبالسياسة هذه اللي تقسم المجتمع شطرين وتحل واجهات لا أساس لها ولا منطق، يعني واجهة بين توانسة حول مسائل انتهي منها، في بالنا انتهي منها اليوم.